عيني، دخول سارة في الطريق معناته مستحيل تكونين حق سلمان، وانت عندك عائق واحد وهي أماني، وأنا وعدتك إني أوخرها من الطريق. ولا تنسين عند الدكتور سلمان صار له شان واسم، كل المحطات المهمة بتشتري حلقاتها. والله أنا ما أبي أدخل في مشاكل. والله عاد أنتي يوم ياتيني علشان أساعدك وقفت معاك، وأنا وفيت بوعدي وكله علشانك، يانك تسمعين كلامي ولا عاد. فهمتك فهمتك، يعني أنت تتصور أنه أنا ممكن نأثر في موضوع كيف هذا بين الأب وابنه وبنت أخوه؟ صعبة الحكاية. أنت الحب وبالحب تقدرين. ولا تنسين عاد إحنا حريم، وإذا بغينا شيء نقدر نوصل. لا ما نقدر نسوي مثل هذه الحريم، أنا ضميري وأخلاقي ما يسمحوا ليش. إذا بنتكلم عن الضمير والحكي اللي أنت تقولينه الفاضي، لا حبيبتي هذي خليه على جنب، ما له علاقة باللي أنا أقوله. أنت كيفك؟ أنا قلت لك اللي عندي وأنت حرة.